أصول المعرفة لكتاب الله سبحانه وتعالى تستمد من أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليس فقط للتبرك، ولا فقط للتدبر، ولا لإخراج استنباط الأحكام، كل هذا موجود. الآن الموضوع الحضاري، الموضوع التطور، موضوع الإنسان في القرن 21، نظام الاقتصادي، هناك علماء أخرجوا من القرآن والسنة نظاما اقتصاديا، نظاما سياسيا، نظاما علميا. نريد يعني الشمولية الكاملة من كتاب الله عز وجل، الذي يقول يعني لنا هذا الكتاب فيه يعني علم من سبق ومن لحق، يعني فيه علم الأولين والآخرين. إذا كان هذا الكتاب العظيم الذي هو خاتم الكتب السماوية، فكيف نحن نجعل منه حقا منهجا لحياتنا جميعا، لحياة الأمة، لحياة ليس الأمة الإسلامية بل للكون جميعا؟ الله سبحانه وتعالى أرادنا كما أراد الله عز وجل نبيه، أراده مبلغا لهذا الوحي، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعجزة الخالدة لنا حتى نقوم نحن بهذه الوظيفة في كل زمن حسب وقائع ذلك الزمن. يعني في زمنه نزل مفرقا حسب الظروف والأحوال التي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. الآن الظروف مختلفة، في كل يوم عندنا حدث جديد، عندنا أمور مستجدة، كيف نجعل القرآن مع هذه الأحداث التي تحتاج إلى أحكام شرعية وتحتاج إلى ما يربطنا بجميعها إيمانيا بالله عز وجل، بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني كتاب الله تعالى الذي نزل في ذلك الزمن بحسب الوقائع والأحداث، نحتاج أيضا اليوم حسب الوقائع والأحداث أن يكون القرآن ملازما لكل هذه الوقائع. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الكتاب نزل للناس ليبين لهم كل أحوالهم وكل ما يتعلق بحياتهم وارتباطهم بالله وبالكون وبالإنسان.